الانتخابات على الأبواب والمشاركة فيها ما زالت مثار شد وجذب بين العراقيين، فمنهم من اتخذ قرار المشاركة، أما الآخرون فلم يحزموا أمرهم بعد. وأحد أهم الأسباب التي تكمن وراء ترددهم هو أنه لا فائدة مرجوة من الانتخابات برأيهم، فالوجوه نفسها وكل كتلة أو كيان انتخابي يتبع أجندة معينة، أما رؤساؤها فهم عينهم، وطريقة فرز الأصوات ستتم وفق نظرية سانت ليغو المثيرة للجدل، فأين يكمن التغيير؟ مثقفون قالوا أنهم يعولون كثيراً على الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات على أساس مصلحة العراق بعيداً عن الطائفة والتحزب لخطورة المرحلة التي يمر بها العراق. فاختيار شخصيات مستقلة بعيدة عن أيديولوجيات الأحزاب هي التي بيدها الخلاص. سنذهب مضطرين للانتخابات على اعتبار أنه لا بديل سوى الذهاب إلى صندوق الانتخابات، لكن هناك بوصلة يجب على كل مواطن أن يتجه صوب هذه البوصلة، ألا وهي صوت المرجعية الدينية المباركة، والنخب السياسية الوطنية والمثقفين يجب، هذا دور كبير جدا يقع على هذه النخب لترجمة ما أوصلته المرجعية من رسالة كي تكون دليلا بيد كل مواطن كيفية التصويت والإدلاء برأيه لاختيار الشخصية المناسبة للتمثيل النيابي. وتمثل الانتخابات المقبلة مرحلة انتقالية للكثيرين، على اعتبار أن العراق عانى على مدار 13 عاماً نتائج سلبية للمحاصصة والطائفية التي فرضتها الأحزاب والوجوه الفاسدة، ولا يمكن القضاء على كل ما ذكر آنفاً إلا من خلال المشاركة بالانتخابات. رسالتي إلى جميع الشعب العراقي، إنكم أقول لكم إنكم شاركتم في بداية الأمر بجلب الفاسدين من حيث بصناديق الاقتراع، وشاركتوا بالانتخابات الأولى والثانية، وعندما أتى مشروع التغيير والخلاص من الفاسدين كثير منكم تقاعس ويقول أنا لا أذهب. لا، أنت شاركت في جلب الفاسدين بإدلاء صوتك، عليك أن تدلي بصوتك لإبعاد الفاسدين وجلب الوجوه الجديدة، وهاي مسؤولية تاريخية لكل مواطن عراقي. مثقف آخر قال يجب أن يكون هنالك معيار لانتخاب المرشحين الجدد حتى لا يقع العراقيون بالمطب السابق نفسه. بالتأكيد أن الانتخابات هو حق من حقوق المواطن العراقي، وحركة ديمقراطية يجب أن تمارس بالشكل الصحيح، لكن ما الفائدة من الذهاب إلى صندوق الاقتراع والعودة بنفس الوجوه التي حكمت البلد؟ يجب أن يكون هنالك معيار لانتخاب المرشحين الجدد والقوائم الجديدة. لذا نلتمس من جميع الشعب العراقي الذهاب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، لأنها حق دستوري كفله الدستور للمواطن العراقي، فلا ندع الفرصة تفوت علينا. علينا أن نحزم أمرنا ونطرد الوجوه التي لعبت بمصائرنا سنوات خلت، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة العراق، فالأمور لا تحتمل الخطأ مرة أخرى، وعلينا أن نغير واقعنا بأيدينا.